ننظر بضاء الفنون الطفل العربي هذه السنه هذه خدا صبغه خاصه، بحيث الحمد لله اليوم كنشوف واحد التوافد كبير من الدول العربيه، وتوصلنا ما يفوق على 700 عمل، 700 طفل وطفله اللي مشاركين في 200 عمل، في حين السنه اللي فاتت كانت غير 120 و400 طفل. يعني معناها ان مهرجان فنون الطفل يعني اليوم خذا بلاصتو في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه كلها، وهذا حقيقه تفرحنا كثير. ضيف على هذا ان هذه السنه هذه ضفنا دور اليتامى ودور الاطفال ذوي الهمم، كيف ما كيوصفوهم الناس ديال الشرق الاوسط، حنا تنقولوا لهم ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني وحقيقة أعمال مبهرة جدا، ويعني الإنسان ما يقدر يقول إلا أنه مرتاح باش على الطفولة ديالنا إن شاء الله، الطفولة العربية. كاين 6 ديال الشعاب، طبعا كاين مسرح الطفل، وكاين الفيلم التربوي، وكاين الفن التشكيلي، وكاين فن الركح، والموسيقى والغناء، والفن التشكيلي. رسالتنا هو الاهتمام بالطفولة، لأن المغزى من هذا الشيء هذا كامل هو بناء طفولة قوية خالية من الحقد، خالية من البغض. معكم أميرة الأطفال أميمة بن زوين. كيف ما كتشوفوا اليوم احنا في كونفيرونس دو بريس ديال مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي في الدورة الثانية إن شاء الله. كيوجدوا لي بواحد الستاف اللي كبير، وإن شاء الله غادي يكونوا فيه مشاركات ماشي غير في المغرب، يعني عبر العالم الناس كلها كتصل باش تشارك إن شاء الله، وغادي تشوفوا الوليدات، غادي تشوفوا واحد المواهب اللي كبيرة. وبالنسبة للبلاطو ديال هذا العام إن شاء الله غادي يكونوا عدة مفاجآت، غادي يكونوا في فنانين، واكيد غادي يكون البلاطو ديالي انا كاميره الاطفال ان شاء الله برفقه الوليدات. غادي نقدم لكم واحد البلاطو اللي زوين وزوين بزاف كنوجدوا لي، غادي يبقى سوربريز ان شاء الله لكم. بالنسبه للمشاركه ديالي في الدوره الاولى، كيف ما كتعرفوا ان الدوره الاولى ما كانش حضوري، كان عن بعد بحكم ازمه ديال كوفيد، وخا هكا كنلقى واحد النجاح كبير، وكلشي كيتصل كلشي كيسول، ما كرهوش انهم يحضروا معنا. اما ان شاء الله هذا العام غادي تكون حضوري، غادي يكون ان شاء الله حضور ديال الوليدات الأطفال اللي تحرموا من هذا المهرجان وكانوا باغيين يحضروا، والحضور ديالهم ان شاء الله غادي يكون شرف، وشرف كبير لينا. فكنرحب بكم، كنقول لكم مرحبا بكم في مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي في الدوره الثانيه، وان شاء الله غادي تحضروا البلاطو ديالي ومع الاطفال، وان شاء الله غادي نقدم لكم كاع الاغاني الهادفه التربويه ان شاء الله. وكنتسناو ان شاء الله لي فيديو ديالكم والمشاركه ديالكم في المهرجان. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.